محمد عبد الرحمن المدني المدير التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة مجموعة شركات المدني، شركة وطنية قديمة تأسست أكثر من 60 سنة، بدأت يعني بالخياطة والكنادير والأقمشة وتطورت إلى يعني تمثيل شركات عالمية عريقة مثل شركة ليفايس اللي صار لها أكثر من 140 سنة، وعندنا محلات في كل المولات في دبي وفي الإمارات بشكل عام، وأيضا عندنا امتياز حقوق الامتياز لمطاعم تشارليز وبيجل بار وويتارد أوف تشيلسي. فما أقول يعني ديفرسيفايد كمباني إن ديفرنت بزنسز، من الخياطة ومن ريتيل بالفاشن وبالمطاعم والأكلات السريعة وأيضا بالهندسة والمقاولات كشركة يعني متعددة الوظائف. يعني طبعا أول شيء كان من بداية يعني من أول ما تأسست الدولة قانون الوكالات التجارية اللي كان تحمي المواطن إن يعني إذا أخذ وكالة حصرية لحقوق امتياز معين أن الدولة يعني تحميه ويكون في قوانين للحماية. فنحن يعني خصوصا بالفاشن كان عندنا مثل ماركة هانغتون وليفايس كل هذه مسجلة في وزارة الاقتصاد ويعني فيها حماية لحقوقنا. بعدين بالنسبة لحقوق الامتياز طبعا أيضا اللي تحكم العلاقة بينك وبين صاحب الامتياز يعني سواء كان في أمريكا أو في أي دولة خارج الإمارات، أيضا تحكمها يعني القوانين الاتحادية وقوانين الإمارة. فالحمد لله يعني أن يعني في دولتنا حماية للطرفين، مو بس يعني فقط للمواطن، حتى الأجنبي اللي جاي يعني إلى البلاد ويستثمر أيضا له حقوق ويعني وامتيازات أن يدافع الدولة دافع عنه، وما في أي تمييز يعني ضد أي حد من المستثمرين الأجانب. ما شاء الله يعني سواء كان صندوق محمد بن راشد لدعم الشباب، صندوق الشيخ خليفة، حتى الشيخ سعود في رأس الخيمة يعني والشيخ سلطان في الشارجة، ما شاء الله سنقرر كل الإمارات يعني تدعم المواطنين، وجزاهم الله خير ومشكورين يعني حفظهم الله شيوخنا وحكامنا أن يعني الرؤية اللي هذا عنده والإنفراستراكشر اللي بنوا فيها في هذه الدولة أنه صار يعني الآن الإقبال الشديد، صارت الإمارات من 5 دول سواء كان بالسياحة سواء كان بالتسوق، يعني صار بعد لندن وباريس ونيويورك يذكر اسم دبي بسبب هذا الانفراستراكشر، بسبب رؤية شيوخنا وحكامنا اللي يعني هيئوا هذا البلد لأنه تطور بهذه السرعة. يعني من أنا حيدي من يعني بالألوف كنا نعد، يعني ما شاء الله وصلنا إلى 10 مليون عدد سكان الإمارات. طبعا هذا كله يأتي يعني باستثمارات أجنبية، بسهولة العمل والاستقرار والحمد لله والأمن الموجود في هذه الدولة بفضل يعني شيوخنا وحكامنا إن هيوا هذا الشيء، ومثل ما يقولون يعني the sky is the limit، النطاق مفتوح للجميع، للشبابنا ولأجيالنا الحديثة أن يدخلوا في القطاع الخاص ويعني ويبدعوا. والحمد لله يعني مسألة الإبداع وتشجيع الإبداع من الشيخ محمد عن قريب يعني كان مكون يعني استابليشمنت أنه يساعد كل المبتكرين وكل المبدعين ويجازيهم ويكرمهم بسبب إبداعهم وتطورهم، مشكورين جدا لأعطيتونا هذه الفرصة. يعني والله ما شاء الله تطور واضح، أنا يعني ممكن صار لي من 3-4 سنوات يعني بدعوة خاصة يعني من الدكتور عبد السلام إنه دائما نشارك في الحضور، فشايف التطور اللي صار يعني من يمكن كنا نعد على أصابع الشركات والحين ما شاء الله بالمئات، فهذا فخر لنا يعني إن المعرض هذا يعني متطور و وما شاء الله قاعد يعني ينمو بسرعة يعني، وجدا جدا فرحان ممتاز يعني 10 out of 10 إذا ما بغيت يعني، ما شاء الله بخبرتهم هذه واضح يعني التنظيم وال يعني جيد جدا، وما شاء الله أقول لك سنة طبعا الواحد دائما يتعلم يعني
ما اقول يعني الكمال لله، دائما الواحد يحب يتطور، فشفت انا التطور هذا التنظيم من 4-5 سنوات يعني في تطور ملحوظ، وبفضل الاداره وبفضل يعني رؤيه دكتور عبد السلام لاندكس طبعا مشكورين عليه.